السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وي سليماني يرفض الاستسلام. سليماني يرفض الاستسلام يعني في المنتخب الوطني الجزائري، وين صعيب كم ضاع في بريست حتى كان على بالنا بها من ناف اوت، كان على بالنا بلي مضى، يعني وين تاهموا على كلش. يعني وين سليماني، نعاودها لكم، سليماني كان يتفاوض مع اللي شبونه من اجل بطاقه لعاب حر، ماشي بريست راحت نيغوسات. سليماني مع الوكيل الاعمال تاعو وين نيغوسا، وين سمح في اموال من اجل الذهاب لبريست. هذه هي سليماني ولا يحوز راه يلعب برك باش المنتخب الوطني، باش يحطم رقم قياسي تاع بلومي، يعني من اجل تحطيم رقم قياسي تاع بلومي، احسن هداف، لاعب اكثر، لاعب منا، لاعب منا. حنا نتمناو ان شاء الله بربي، غادي نقولوا حنا يعيط له، هاي يعيط له، و اش غادي نقول لكم دروك، اش غادي نهضروا، انا دروك نسمعوا كاينه ثوره زراعيه، كاينه ثوره زراعيه، بصح هذيك الثوره الزراعيه ما نجحتش. نجحت الثورة الزراعية؟ الثورة الزراعية نجحت ما نجحتش؟ أفواج تاع الأخرى كيسموها نجحوا ما نجحوش؟ تاع الفوج 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 نجحوا ما نجحوش؟ يعني بانك غادي ما تنجحش هذه الثورة الزراعية، كيما ما تنجحش، لازم لها شباب، لازم لها شباب. بربعة وثلاثين عام يا سي بالماضي ما تقول ليش باين ندير الأخرى، مكاش ربعة وثلاثين عام خويا. حنا نتمناو له النجاح في بلاص بصح ماشي في المنتخب الوطني. أنا نقولها لكم ديريكت، كاين لي الناس مناو هو راه يحوس يلعب، هو مشى يحوس باش يروح رايح لبلاص باش يجيب لقب ولا لا، هو باش يعيطوا له ليكيب ناسيونال بالكلامك، ومشى رايح لبلاص باش يجيب ألقاب. أكون بيروح راح للبارسا ولا الريال ولا قولوا راح بيجيب لقب. كاين واحد قال لي ما تنساش باللي مودريج، يا مودريج انت قال لي انا مودريج، انا تكومبارو الغاشي هكا، انا مش انا ماناش ضد ولد بلادي، بصح ما تكومباريليش السن تاع مودريج مع السن تاع بوكل تاع بوديولا ولا تاع سليمان، مش كيف كيفاه. انت تقول لي بلي بنزيما ماشي كيف كيفه، ماشي كيف كيفه، بنزيما وسليماني ماشي كيف كيف، كل واحد المستوى تاعو، هذا نيفو سي محمد، تعرف مهبول ولا مالك. قعدت واحد قال لي لا شوبير، قال لي شوف بنزيما فايق عنده، فايق عنده قيل 34 عام وقيل، وشوف وين راه يا ودي ماشي كيف كيف نعشت. قال لي كون شوفوا لاش، قال لي كريستيانو كبير على سليماني، زلاطان كاع كبير عليهم، كاع هذو لهم يلموا كاع دروك، كاع كبير عليهم زلاطان، لا كاش كاي بالك دي غارديا ولا، بصح في النيفو العالي زلاطان كاع كبير عليهم، في البطولات الخمسة القوية كاع كبير عليهم، كاش واحد مضيره، كاع كبير عليهم، زلاطان فانيك زلاطان فانيك كيما، يروح لبريست، يا راكم غالطينا. راكم غالطين ولا بالعانية ولا قضية تاع عنصرية وجهوية. حنا انا مانيش نهدر الجهوية، انا نهدر على ليك انا مراسل تاع منتخب وطني، ومانيش على بالك كاين اللي يمدح. حنا نعرفو هادو في العاهرة تاع اليوتيوب يعرفوا كيفاش يمدحوا مع الشعب، الشعب يشوفوا الشعب كيفاش يمدحوا، هذا مكان تاع الشعب. باغي سليماني نروحو سليماني 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 الناف اوت، قلت لكم صايك سنيه خاطر هو عطاه مبدئيا، واللي قالها لي قالها لي خو يوسف ليلي، هو اللي قالها لي، قال لي سليماني كان هنا الناف اوت، قال لي اليوم كان هنا سليماني واتهمو، قال لي باقي له يعني روحوا شوفوا الفيديو تاعي تاع الناف اوت واش هدرت لكم. قلت لكم سليماني راه يقارع اللي شبونه يسمح في دراهم، واللي شبونه تعطيه يعني البطاقه تاع لعاب حر باش يروح ديريكت كيسموها لبريست. هذه هي ماشي قضية، كان يقول لك منا ومنا ومنا، حنا هو ما بغاش يستسلم، قال لك بلي كان عنده عروض في الخارج، ما كان عنده لا عروض لا والو في الخارج، ما كانش عنده عروض برا الخارج.
وتعاقد فريق بريس الفرنسي. حنا نتمناو له النجاح، نتمنى له كي يدخل يماركي ويجري ويطير ويدير كوتسيزو كل شيء هذا مكان، ويلعب يلعب نهائي تاع كوب دو فرانس، ولا يلعب مؤتمر اوروبي، ولا يلعب اوروبا ليغ ولا تشامبيونز ليغ من داخل عنده من 2024. وين رسميا مع الدول، وين تتعاقد يعني بشكل رسمي مع الدولي الجزائري اسلام سليماني بعقد يمتد حتى 2024. وكشف نادي بريست عبر موقعه الرسمي على الانترنت عن ضم اسلام سليماني بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح، ووقع معه عقد لموسمين كاملين. هذا وين سيرتدي سليماني الرقم 13 رفقة النادي الجديد حسب ما اظهرته الصورة له، يعني وين منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو نفس الرقم الذي يحمله مع المنتخب الوطني الجزائري. وكانت تقارير فرنسية اكدت امس ان سليماني فسخ عقده مع نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي الممتد حتى الصيف العام المقبل بعد توتر علاقته بمسؤولين النادي والمدرب، وعاش أيام عصيبة بعدما استبعد من الفريق الأول لسبورتينغ لشبونة منذ شهر أبريل الماضي بقرار من المدرب الفريق روبن، الذي وضع سليماني على لائحة اللاعبين الغير المرغوب فيهم والمعروضين للبيع هذا الصيف، رغم بقاء عام واحد في العقد الذي يربط اللاعب شباب الوزداد السابق مع ناديه البرتغالي. وسبق لسليماني وأن خاض عدة تجارب طوال مسيرته الكروية الممتدة لأكثر من 14 عام، حيث لعب في 4 بطولات مختلفة. والأكيد أن بريس سيستفيد كثيرا من خبرة اللاعب الذي صال وجال في أقوى دوريات، بدء بالبرتغال إلى الإنجليز تركيا الذي لعب فيها. الإنجليز ما لعبش بزاف، إنجليز تركيا اللي لعب فيها ربع ساعة يعني يقعد عام، ووصول إلى فرنسا، واللي تذكر فقط يعتبر نادي بريست هو ثالث فريق فرنسي يلعب له إسلام سليماني بعد نادي موناكو وأولمبيك ليون، اللي نتمناو له النجاح إن شاء الله بربي. حنا نتمناو له النجاح برك، هذا مكان لعاب يعني وين يلعب سبحان الله. احنا نتمناو له ان شاء الله يفوز بكاس لقب، ولا يفوز باحسن الهداف، ولا ما تنجمش كيفاش ان شاء الله بربي. خاطر اللاعب اللي يبغيه بالماضي وغادي يعيط له بالماضي، خاطر على غادي يلعب ان شاء الله يدخل ديريكت يلعب، خاصه ما تاكون يدخل ديريكت يلعب. وين نشوفوا سليماني في المنتخب الوطني لبناء مشروع طويل المدى، مشروع طويل المدى. واش غادي يدير 34 عام لونترينير يحوس باش يرده؟ خاطر غادي يرده، غادي يجيبه لونترينير اللي تشوفوا مخلي في طول الروح. خاطر الناس اللي تكذب عليكم، ناس تكذب عليكم، يقول لك جاما بالماضي راه في فرنسا، جاما بالماضي راه في انجليز، ناس تكذب عليكم. لعبة الغرافة قاطر جاما بالماضي وين كان قاعد؟ نتوما قولوا لنا وين كان يتفرج؟ هذيك باري، باري مع الاخرى مع ليون، غرافه مع قاطر، قاطر مع الغرافه، مع شكون هذو اللي لعبوا مع السد؟ هذا مكان يمشي باري مع ليون، غرافه مع السد، نشوفوا بها برك. كاين بزاف الناس اللي ما تكذبوش، قلنا لكم يا ودي، خاطر درت فيديوهات قلت باللي جا ما بالماضي راه في قطر، ما كاش في فرنسا ولا من كاين. يقول له انت شكون، انت شكون انت يا ودي؟ مشي انا شكون؟ انتوما تقولوا باللي بالماضي راح نقوس مع عوار، انا عوار نجيب لك الخبر من الدار من عنده باللي ما كان والو. تقولوا باللي راح نقوس مع العروسين، عيط البابا قالوا الحاج يا ودي عشان نسمعوا، يقول لك لا ما كان والو، جا بالماضي ما جاش عندنا. تهدر مع قويري مع بابا يقول لك انا ما جاش عندي، هذا جاي انتوما كيف يعني على هذيك نجيب لكم الاخبار باللي ما كانش ما كان والو. عدلي، واه عدلي غادي 100%، عدلي 100%، بصح الاخرين مازال ما كان والو. باش يكون في علمكم بالك منا قدام، وين الحاج تكلم مع زبزاف قال له في قضيه جنسيه اللاعبين مزدوي جنسيه، بالك نقارعوا على الله، نقارعوا على الله، هذا مكان. ما تنساوش تعطونا جيم كومونتير
وبارطاجونا لي فيديو، وباش نقعدوا دائما جديد معكم، وربي يحفظكم. صحيتو.